الفيضانات النعمة. خلصت بنزين. السلام عليكم. بس في الهواء لا تنسى. شوف بس على صديق عدو. طارق حافظ تواصل؟ نعم. ما طلب وياك. متعلي. نعم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل موضوع وكل حلقة نطرحها عبر شاشتكم، شاشة قناة الرافدين. بداية أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل على واحد من ذني الأرقام، عندكم ذني الرقمين من داخل العراق من داخل الفاو تقدرون تتصلون بهن على أي رقم بأي لحظة. أما الأرقام الثلاثة اللي راح تشوفوهن هسه ذني تقدرون تتصلون عليهن إن كنت داخل العراق خارج العراق على حد سواء تقدرون تتصلون، فعندكم ذني الخمس أرقام. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هسه هذا فقط للرسائل، يعني رسائل مكتوبة تكتبوا لي نص أتمنى يكون متبوع باسمكم ومكانكم، ما أقدر أستقبل بأي اتصال أو رسالة صوتية فاعذروني ولا حد يزعل من عندنا. الفيديو اللي شفتوه في بداية الحلقة هذا غرق محافظة واسط نتيجة الإهمال الحكومي والمطر. المطر اسمه غيث بس بالعراق ما يتمنوا العراقيين، لأنه تمطر الدنيا ينزل المي على القاع. من المفترض أنه أكو طرق سليمة لتصريف مياه الأمطار، بس اللي يصير أنه مياه الأمطار تفوت على البيوت وعلى المحلات وعلى المراكز التجارية وتغرق الشوارع والسيارات تقوم ما تمشي، يبقى بس العراقيين يأجرون بلام ويفترون بالشوارع ويصيرون البندقية. هذا كله سبب الإهمال الحكومي. أماني موضوعي مو الفشل الحكومي في الخدمات وبس، عندنا قضية أهم اللي هي ارتفاع نسبة الفقر في العراق. يعني اليوم مديرية إحصانينا وتقول الفقر بالمحافظة 38%. شنو أسباب ارتفاع الفقر برأيكم؟ أبو حسين من البصرة ويانا، حياك الله. هلا بيك أخوي. أخراكم الرشيد. حياك الله أخوي العزيز. أستاذ إحنا وضعنا يعني حاليا هم ما يسمى هاي الحكومة. نعم. طبعا هي انقطع الاتصال بي أبو حسين. أتمنى يرجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيه، هو دا يريد يحكي على أوضاعهم بالمحافظة بس ما قدرنا نكمل الاتصال ونفهم اللي يريد يقوله. مديرية إحصانينا وتقول أنه النسبة تعني أنه 1,800,000 شخص يعيشون تحت مستوى خط الفقر بالمحافظة، وأنه قضاء البعاج هو أكثر مناطق المحافظة فقرا، وراء قضاء البعاج يجي قضاء أي الحضر وتلعفر، في حين تأتي الموصل في المرتبة الرابعة. هذا ولا تزال هناك العديد من مناطق نينوى تعاني دمارا كبيرا بفعل عمليات عسكرية، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إعلان استعادة السيطرة على المحافظة من تنظيم داعش الإرهابي. هذا وتنعدم فرص العمل بالمحافظة في ظل غياب مقاومات الاستثمار الأساسية وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة. الفقر بشكل عام يعرف أنه حالة تنسب إلى الشخص الذي لا يمتلك مبلغ مقبول اجتماعيا سواء كان من المال أو عدم المقدرة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويعنى بالاحتياجات الأساسية للإنسان من أجل البقاء وتعكس مستوى المعيشة السائد في المجتمع. اليوم المشكلة لما يعلنون الإحصائيات والنسب يقول لك تحت خط الفقر. تحت خط الفقر يعني اللي ده يحسبون اليومية للفرد تقريبا أقل من دولارين. وقيسوها، البرلمان يشقد يأخذ باليوم والمواطن يشقد؟ مصطفى من واسط
الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، هلا بك اخويا. شلونك اخويا العزيز؟ والنعم منك، احنا بخير، انتم شلونكم؟ مصطفى تسمعني؟ انقطع الاتصال ويا مصطفى. هاي واحدة من بلاوي العراقيين، ودائما نقولها قضية الاتصالات. ابو حسين من البصرة رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا ابو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام اغاتي. حياك الله استاذ. هلا بيك اخوي. العفو استاذ، احنا مثل ما بديت حديثنا يعني بالنسبة للحكومة اللي حاليا بعد ما تفيد الشعب نهائيا، لان متشكلة من احزاب ميليشياتية وليس متشكلة من الشعب. نعم. فبالتالي يعني ما ممكن يعني ان تقوم بدورها بواجبها كحكومة مثل الحكومات البلدان اللي بالدنيا كلها بالكرة الارضية. فهي إذا أرادت أن تدير وحتى تحديدها حاليا على الحكومة الجاية وعلى الانتخابات، هنا حزب وهناك حزب يقول أنا رئاسة الوزراء من عندي يعني من قائمتي. نعم. فالدليل الدليل على أنه هم راح بالانتخابات ما يعني ما راح يعترفون بالانتخابات اللي راح تكون هي الانتخابات يعني الشرعية والشفافية وإلى آخره. فهم متقصدين على أنه هاي الأحزاب هي راح تشكل رئاس وزراء مثلا يتفقون على واحد من عندهم، والحكومة كلها ميليشيات من عندهم أصلا ومدعومة أصلا هي مدعومة من إيران. وشفت القمع اللي بال حتى التحرير والتفخر على الناس، يريدون اسكات الناس حتى الناس ما تجي وتوصل الى حكومه نظيفه متشكله من الناس. نعم. فاحنا بالنسبه للعراقيين ما راح ولو ما راح يصير انتخابات نزيهه، يعني حتى لو راح تصير انتخابات ما راح يعيرون او ياخذون اصواتنا اصلا. فهم هسه كل الوكالات وكل الناس وكل حتى القنوات، هاي القنوات هم اذا انتم ملوها قناتكم الكريمه يعني جاي توصلكم المعلومات، القنوات لحد الان صار هاي القنوات بما يسمى قناتهم هاي الزائفه، قنوات يعني للميليشيات الاحزاب يوميا يطلعون الشعر والتذكار الى قاسم سليماني أول مهندس، هم أول اثنين قمعوا الشعب العراقي وقمعوا المتظاهرين وقمعوا المظاهرات وإسكات الصوت. نعم. فبالتالي ما أعتقد يعني خلى ولو هم من يريدون يسوون انتخابات يقولون نزيهة وكذا وهذه وعادلة وراح ندخل الأمم المتحدة، بس هم بالنتيجة وبالمناسبة طبعا زادت أحزابهم هذه القدر جديدة وراح تدخل، راح ما اكو اي مستقل او ثورة تشرين المباركة راح يصير المجال، بس احنا نتمنى ونشهد على ايديهم ان شاء الله ثورة تشرين بان حتى لو نحقق نصر يعني ياخذ مثلا نصف البرلمان او اقل الى ذلك، فهو بالتالي هو نصر للشعب ولثورة تشرين. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو حسين. عصام من الطارمية، حياك الله يا عصام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك جميل المخرج؟ هلا بيك أخوي. هاني قول. السلام عليكم هاني. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أخوي العزيز شلونك؟ هلا بيك أغاتي. احنا طلب هاني بس نريد من الحكومة أن توفقنا من احنا ايه. انقطع الاتصال ويا عصام، شكرا جزيلا واتمنى ترجع لنا حتى نسمع طلبك مرة ثانية. المهم تعريف الفقر بشكل عالم يقول عندما يراد تحديد فئة الفقر
يتم اولا البحث عن جميع الاشخاص الذين وصلوا الى حدود المجاعه والمعرضين للموت، ثم بعد ذلك الذين يمتلكون الغذاء والمسكن والملبس التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياه، ولكن ليس بالنسبه لافراد المجتمع بشكل كامل. ويؤثر الفقر على العديد من مناحي الحياة، حيث يؤدي إلى تقليل مستويات التعليم، سوء الصحة، عدم القدرة على العمل، تقليل الرغبة في القيام بكل شيء، كما أنه يؤدي إلى ارتفاع معدلات يعني كاتبيه بالتقرير الإجرام بحق النفس. أبو راقية من ديالى، حياك الله يا أبو راقية. السلام عليكم. هلا بيك أخويا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هلا بيك غاتي. استاد، عندنا مناشدة بخصوص الكهرباء. نعم. احنا اصحاب محلات تجارية. ايه. شغل ماكو، يعني ما مشتغلين، ده يطلع علينا كل شهر 150 129، يعني اليوم طلع 130,000. ده حاكي يقول والله مو يمنا، يم المدير. قلنا له يابا انت تدري، واحنا يقول والله احنا ما نقرا ميزانيه. قلت له زين هي هاي الميزانيه مو حاطها، اقرا لي على الميزانيه. يقول والله احنا ما نقرا مقياس، هي تجي مقصوصه. شلون يعني تجي مقصوصه؟ يقول هي تجي من الدائره يعني مقصوصه. اها. اي. يقول يعني هي نروح على المدير، المدير يقول والله يقول هم مخصصين مبالغ هذا، يقول قد شي 130 بالشهر. زين احنا ما نطلع 300,000 400,000 بالشهر ما نطلع. وش قد تجي الكهرباء هي باليوم؟ ثلاث اشهر قاعد. لا ابو راقي، ايش قد تجي باليوم بلا زحمه؟ انا اقول لك يمكن باليوم 30,000 25,000. قصدي وقت يعني كهرباء تجي باليوم من 24 ساعة كم ساعة؟ من 24 ساعة أنا أقول لك تجي مثلا ساعتين، بس هاي كل ساعة. شلون؟ يعني هاي هي تجي ساعتين. أي. بس الساعتين يفصلك منها ساعة. أها. يعني ساعتين بصوم طق ساعة واحدة باليوم. هاي كلها على أساس فما انتظر نعاني، والمحافظ مالنا يعني فدنوب. تمام. اعلام ماكو، لا يطلع باعلام ولا يحكي، تروح له هو بطاقته سوى رجع على الحد احد يريد يشيلهم من شارع الديري. وهذا ما كف من عندنا يا اخي، شفنا النبع عربي. وكانت هسه طلعونا بغير مال الكهرباء، يعني ثلاث اشهر يقول لك تعال انتخب. يا عم ايش ننتخب؟ من 2003 نعم 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 وصلت. وينتخب إلا ما عنده غيره وينتخب. نعم وصلت الرسالة أبو راقش. ملا ومستترين ورا العمايم، كل واحد لازم له ولا ويركض ورا. نعم. سيد مقتدى يطلع بالكاظم والشعب العراقي سيد مولا سيد خلى أبو اسكندرتك اللي وين مصوره؟ يعني أنا شنو هو بيش أحسن من أبو اسكندرتك؟ فاحنا استاذ الحين شعب مو صاحي، والله بعده مو صاحي. جد نقول ثورات، جد نقول هاي، بس لحد الان مو صاحي. نقول ان شاء الله نتامل خير. نعم، شكرا شكرا لك ابو راقي. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. عبد الرزاق. عبد الرزاق تسمعني؟ لو لا اتمنى اذا تسمعني تنص التلفزيون تسمعني من التليفون. عبد الرزاق، يبدو انه عبد الرزاق ما دا يسمعني. وياي عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا بيك اخوي. شلونك؟ هلا بيك. قبل اكو قول يقول قطع الاعناق ولا قطع الارداف. اي. استاذ بالنسبه للعراق، العراق بلد غني، فمو من البلدان الفقيره حتى على مود
نسبة الفقر مثل ما ذكرت بالبداية مالتك، لكن يعني راجعون لما غيب الإدارة اللي داركة بالأمور، بأمور التخطيط البلد، بالمهتمة بالاقتصاد. إحنا عندنا أزمة خبراء إدارة الدولة، ما عندنا ناس عندهم خبرة في إدارة الدولة، فالإدارة تشوف الفقر انتشر بالعراق مع كل كلام. ف يعني ما عندنا احنا من المحافظات الصغيره اللي ذكرتها، مدينه واسط، مدينه الكوت أفل، نعم، يعني بها منابع شو اسمها ابار مال نفط، بها منافذ حدوديه، بها واردات هوايه، لكنه ماكو الناس اللي خلي الله قدام عنها ويشتغلون خدمه في المواطن. كلهم دول أثر يشتغلون مكاتبهم الاقتصاد في الأحزاب، اجت نقمة على العراق. فشوف الثروة البلد من كل أهل البلد، يعني هذه الثروة مع كل الأسف للدعم البلد للبلدان اللي هم متمين ولائيا العوائل كاتبهم عراقي مفلس كل الأسف. فأسأل الله أن يلتفت للعراق والعراقيين ويحفظ العراق والعراقيين ويجمع شمل العراقيين. تحياتي لك أستاذ أفل. شكرا 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 لك عبد الرزاق. أم مصطفى من الموصل، حياك الله يا أم مصطفى. أم مصطفى فقدنا الاتصال يا أم مصطفى. طبعا التقرير الجوائد يقول اكو طرق من المفترض ان تلجا اليها الدول للتخلص من الفقر، ومنها يقول لك التزام حكومات الدول بالقيام بواجباتها من خلال وضع خطط وطنيه لمعالجه الفقر، بوجود استراتيجيه يتم من خلالها تحديد كيفيه التعامل مع موارد القطاع العام والخاص، اضافه الى تحديد او تقليل الحد من الفقر المدقع، الحصول على بيانات دقيقة حول الفقر. أغلب البلدان النامية تتعامل مع بيانات غير كافية من الحصول على حول أماكن التي يعيش بها مواطنوها الفقراء، وتحديد الهم بالنسبة لهم، إضافة إلى مراقبة الأبعاد والمناحي المتعددة للفقر، تقديم التبرعات المالية، حيث أنه لو قام كل شخص في الحكومة أو من المتيسرين في تلك الدولة ولو بمقدار صغير من المال فإن ذلك سببا في صعود جميع أنحاء العالم بشكل كبير، كما أنه سيحقق إنجازا كبيرا في حصول الفقراء على الغذاء والكساء، والتبرعات تحدث فروق كبيرة. عند اتصال علي. علي من البصرة، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك يا طيب يا غالي، تحياتنا للكادر المخرج. حياك الله اخوي. والله استاذ العزيز الحكي ما يفيد. اي يعني؟ الحكي ما يفيد، يعني هسه لحد الان حصه امنيه ماكو. لا زيت، لا تمرين، لا كيكات. نعم. لا طحين، كل شيء ماكو. نعم. وين راحت فلوس مال حصه امنيه؟ حطوها بالجيب؟ تضموها؟ نعم. صغير شكل صغير شو ياكل؟ وحسبي الله ونعم الوكيل والله. نعم. يعني هاي ما تري حل، ترى ما تري، يعني هاي العالم تاكل هسه، هاي الأزمة هاي تاكل العالم. يوميا نسمع بالأخبار باكر راح يطلعون الكمية وشذب. شكرا جزيلا لك. ابو عمر من زاخو، حياك الله. ابو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لكم والقناه الرافدين. حياك الله اخويا. حيا ودون. اخي العزيز، بالنسبه للفيضانات والامطار، يعني بدات نشوف معاناه العراق، هاي صار 15 16. نعم. يعني ما يفيد، كل مره واحد يكرر شيء. يعني انتم هم اشوفكم قناتكم دائما تتعب والله لكم.
مشكله. اكو فات مثل احنا العراق ترى هو العراق هم الشعب هم يعني ما يقول مو هالقد يعني. قال احكي لك مثل تقريبا على العراق. يقول دورو كان اكو قريه او اكو مدينه ما اعرف اكو عندهم ملك او مثلا ما يقول كبير القوم. كل ما يجيه مثلا هاي القريه كانوا صالحين كلهم يعني. بس اي واحد مثلا يكون مو زين مثلا هذا الملك او هذا الكبير القوم يدعون عليه سبحان الله يموت يعني. يعني كل ما يدعون هذا الملك يموت. قال جاء ملك واحد النوب قال اسير ملك هذول. قال يا استاذي او يا سيدي او يا قائدي لا تصير ملك على هذول القريه وعلى هذا المدينه ترى والله يدعون عليك تموت. قال لا انا اعرف شلون اكون وياهم. قال جمع الجريه او جمع هذا المدينه قال كل واحد يجيب لي بيض. قال كل واحد جابوا له بيض وخلى البيض مع بعض يعني بيض الدجاج يعني. قال يلا تعالوا اخذوا بيضاتكم شوف البيض كلهم نفس الشيء ما حد يقدر ما حد يميز من البيض ماله كل خويه او مال جاره او مال صديقه وراح سو وهتك علق عليهم. قال ايش قد ما دعوا عليهم ما قبل نعم بعد ما يصير لك قال مو اكلوا حرام عاد لما سقط النظام شعبنا مع الاسف هو اقول كلهم هم يعني اكلوا من مال الناس وهيك اشوف الحكومه اشوف شو تسوي بيهم عاد هذا يطبق على العراق هم يعني دائما نقول يجي انتخابات والله ما ننتخب والله نسوي يجون مسؤول مسؤولين بكلام واحد كلام والله العظيم يعني بغداد الرشيد يعني عاصمة العراق يجيها شوية زخات مطر سير فيضان يعني ما أدري شو أقول بعد. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الكرام. مشاهدينا الكرام المشكلة اليوم احنا بدنا نحكي على قضية الفقر بالعراق. النسبة قامت تطخ 50% من الشعب العراقي يعني تقريبا 20 مليون عراقي اليوم هم تحت خط الفقر. 20 مليون عراقي هم ما يلقون ياكلون. 20 مليون عراقي هم جوعانين. بالمقابل اكو 100 مقمعين رؤساء الكتل والاحزاب والبرلمانيين والوزراء والما اعرف شنو وروحوا 200 واحد عايشين بفلوس العراقيين. ابن العراق اللي ضاق المر جوعان. العراق اللي عاش بالحصار واللي عاش بالحروب واللي مشى بيها كلها ميت من الجوع. بس اللي بوقت الحصار انهزم وطلع على اوروبا وشارك بمؤتمرات لندن ومدريد وغيرها واجى على ظهر الدبابة الامريكية وعنده جنسية وعنده راتب من ذيك الدول وصار هو اللي يحكم بهذا البلد بأمر المحتل وصارت عنده رواتب خيالية هذا المرتاح. أحمد من الأنبار حياك الله. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ممكن أشارك أستاذ؟ أنت على الهواء أخوي. ألو. ألو أخوي. شلونك أستاذ؟ هلا بيك عيني. شلون صحتك أمورك؟ نحمد الله على كل شيء. أنا معجب هذا البرنامج ودائما متابعينه. لنا الشرف. أنا معجب بهذا البرنامج. لنا الشرف أخوي العزيز. لنا شرف إنك ويانا. نعم. بس أنا أريد ألخص واقع العراق بهذا البيتين. نعم. قبل كنا صغار وكبرنا. نعم. كبرنا على هموم مليانة ببطننا. نعم. كنا نعيش ببطن يسموها بالخيرات وسب الخيرات صار بيد عدونا. نعم. اي هذا الواقع اللي نعيشه. وانا اشكرك استاذ والله وياك. شكرا شكرا لك اخ احمد. هاشم من سامرة حياك الله يا هاشم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أخوي العزيز؟ هلا بيك غاتي.
السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي، تعال هوا تفضل. شلون أخو العزيز؟ هلا بيك أغاتي. أخبارك؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل. أيوه. أخو العزيز عندنا مساكين 150 واحد من جلام الدور. إيه. أخ هاشم إذا أمكن نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون أفضل. والله ما نعرف عليهم كل شيء. إيه. بيني من الوالدية. ايه الو. ايه اخويا تفضل، عندك 150 واحد قول ايش بيه. ايه معتقلين من جلام الدوار. ايه ما نعرف عليهم، كل ما صير عليهم مجهول الاقامه، ميتين طيبين يابا طيبين، يقولون يابا طيبين يابا ميتين، يقولون يابا ميتين. نعم. شكرا شكرا لك اخ هاشم. ابو سلام من كربلاء، حياك الله ابو سالم. ابو سلام. السلام عليكم استاذنا العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احب اشترك بالبرنامج. انت على الهواء مباشره واشتركت، تفضل. نتشرف بكم القناه. لنا الشرف، لنا الشرف اغاتي. وجنابك الكريم. حياك الله اخوي. هو موضوع الحلقه. ايه. موضوع الحلقة حول أي موضوع يدور حول موضوع الحلقة؟ عن الفقر بالعراق. الفقر في العراق. يقول اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت، ولا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت، لأن الخير دخيل عليها. نعم. هذا هو حال السياسيين في العراق الذين أوصلوا الشعب إلى هذه المرحلة. أنا لدي مقولة أقول على الشعب أن يستسلم لهؤلاء السياسيين، لأنه لا ينفع معهم أي تظاهرات وأي شيء، ما ينفع معهم ويعوفهم يسرحون ويمرحون بمال الشعب العراقي. ما نستطيع أستاذنا العزيز، ما نقدر لهم أبد، ما نقدر لهم بعد لا تظاهرات ولا إضرابات ولا أي شيء من هذا القبيل، لأنهم تغلغلوا لهم أحزاب ولهم أموال وسلطة ويتحكمون بالشعب كيف ما يشاءون. بالتالي لابد أن نخضع لإرادتهم. هذا مختصر الكلام، ولا تحسب كلامي بمنطق الضعف أو منطقة، لكن لا أحد يقدر عليهم. أبو سلام حبيب قلبي. نعم أستاذ. الدكتاتوريات بالعالم هواية عمرها. نعم. الشعوب ما استسلمت لها، ليش أنت تدعو الشعب العراقي أنه يستسلمهم؟ الدكتاتورية عن طريق الديمقراطية، هاي الدكتاتورية. يعني شنو الدكتاتورية عن طريق الديمقراطية؟ يعني ديمقراطية يعني مثلا يصير اسمها؟ ما سمعك؟ يعني يصير هي دكتاتورية عن طريق الديمقراطية يصير ديمقراطية اسمها؟ نعم دكتاتورية عن طريق الديمقراطية. الديمقراطية كلب، هذا زيف هذا الديمقراطية. واحنا ليش سميناها دكتاتورية؟ انت دا تدعو الشعب ان يستسلم لهذه الفئات والاحزاب. نعم. والكتل اللي دا تبوب وتنهب وتقتل بالشعب. وانا عد كلامي. ليش دا تدعوهم؟ ماكو فايدة استاذ، ماكو. ذولا متمسكين بالديمقراطية وتشبثوا للمناصب بالديمقراطية. رأيك؟ ماكو فايدة من الكلام. رأيك؟ أنا رأيي شخصي هذا، ما أعرف. رأيك أخي العزيز، شكرا شكرا جزيلا لاتصالك. إلنا أبو غالية من الشرقاط، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذي العزيز ليش؟ على مود شو اسمه هذا البيض؟ تسمعني أستاذ؟ دا أسمعك. على مود هذا البيض، احنا المشكله بحكوماتنا مو وزعوا البيض حتى الشعب ياكل الحرام، هم ما اكلوا البيض.
المشكلة يعني ما خلوا الشعب حتى ياكل حرام، الشيء ياكل حرام الشعب ومش خلوا له حتى ياكل حرام. هم طلبوا البيضات من الشعب وكلوهن. أنا خالي يقول أكلنا كلنا أكلنا حرام. هم ما يقل شيء حتى ناكله. هو اللي عنده بطن هبوا منه وخلوه. هم مش خلوه بالبلد. نعم. اللي قبل شوي اتصل مو شغلة صحيح، هي صفة الديمقراطية هيمنوا على الشعب، بس الشعب لو كله يتكاتف ويد واحدة طبعا أكيد ما يقدرون عليه، بس الديمقراطية جابوا من الخارج ومدعومين من الخارج هذا الأحزاب أكيد كل الدنيا تعرف، وهان المشكلة. نعم. يعني هم معتمدين على الخارج مو معتمدين على الداخل. نعم. هي معروفة الشغلة، هذا المثلث معروف، سوريا العراق لبنان هذني كلهن معروفات. ورحم الله والديكم ومنوني السابعين. شكرا علي. شكرا لك أبو غالية. أبو سلام قبل أبو غالية يقول أنا أدعو الشعب العراقي أن يستسلم لإرادة هذه الكتل وهذه الأحزاب لأنه إحنا ما نقدر لهم. الدكتاتوريات أنا قلت له هواية، بإسبانيا بألمانيا بفرنسا هواية صارت، بروسيا الأرجنتين المكسيك الصين، ما استمرت ولا لقينا شعب استسلم لأي دكتاتورية في العالم. وأكو أمثلة هواية بالعالم أخويا العزيز أبو السلام. نضال غاندي كان ضد الظلم، نيلسون مانديلا كاسترو تشي جيفارا كان لهم نضال ضد الظلم وضد الدكتاتوريات بالعالم. بس انه ندعو الشعب العراقي ان يستسلم للظلم، اعذرني راح اقول لك هيك الشعب العراقي ضعيف، بس احنا ما نعرف الشعب العراقي ضعيف. ابو شيماء من بغداد حياك الله. مساءك سعيد. هلا بيك. هذا القضايا ماتكم لين تمويلها؟ نعم اخويا. تمويلها منين؟ الو وشنو السؤال هذا؟ اقول يعني منين تمويلها؟ تمويلها؟ السعوديه من المال من اسرائيل. من ايران؟ ايران لا والله مو ايران، كفو والله ايران ما تسويها، ما تحكي على العراقيين. ها بس ايران تقتل بالعراقيين، بس تدزلنا شك وساقط بايران تذبح بالعراقيين. الحدث بالعربيه هي هاي مفتحتيكم وغلطكم على العراقيين ومثبتكم، ومن يمتى محنلكم على العراق وانت تتمون سوار عشان هم ذولا ترمون سوار. اوقف 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 اوقف، هذا الحكي مردود عليك. شنو هذا الكلام؟ ايران شو وقت دافعت عن العراق حتى تجي؟ لحظه وقف وقف، لا تقاطعني. ايران شو وقت دافعت عن العراق على متجه تقول لي ايران ما تحكي هذا الكلام؟ شو ما دازت لنا غير بس الساقطين تقتل بالعراقيين وترجع لي وراي؟ يا عراقي كاتب، يا عراقي ايش تحكي انت استاذ العزيز؟ شفت كذي بهذا السلاح منين؟ السعادات منين؟ شنو؟ السلاح اللي تربوا الدواعش من اضراب بغداد من ساعدنا مو اربع دبابات فقط سموا ايران يا حق وقف العراق على حيل. ها اي اوكي، مو ايران ضربتهم ونطتهم سلاح وقالتهم روحوا طبوا العراق. لا تعتبر استاذ لا تزعل. ايوه مو نور المالكي نطى اوامر وقال لهم انسحبوا، ومو الجيش العراقي اللي بز شاديش. دخليني ساكت مو الحكومه العراقيه. شكرا شكرا جزيلا لك ابو شيماء. طبعا ما اعرف ليش انت كل ما تطلب للحلقه بس تريد تلمع ايران وساعة السوداء اللي صارت بها ايران بصفنا. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افهم. هلا بيك غاتي. بالنسبه لابو شيماء طبعا دائما يطوب ما يقول ان القناه احنا ما نقبل نحكي على الشيعة، وكل ما نقول شيعة اخوتنا والشيعة هسه هم المستهدفين بساحات الاعتصام والتظاهر، وما نتقبل احد من الميليشيات الطائفيه يقتلون باهلنا بالجنوب، يعني احنا دم واحد عراقيين. فهذا الظاهر ابو شيماء من بدر او من العصائب او عنده ولده ويا الميليشيات الطائفيه الولائيه، يعني قناه الخيرين يدعموها، اما السعوديه اللي يحكي
بيها كشعب السعودية أخوتنا كأما دولة السعودية احنا ما شفنا من عندهم دعم لأبناء السنة من تهجرنا ولا فتحوا أبوابهم للنازحين والمهجرين ودخلهم للسعودية وطاهم إقامات باستثناء الأردن والإقليم وتركيا وبغداد ما حد لف أحد من السنة من دول الخليج عامة كحكومات الخليج نقصد وليس شعب الخليج هذول أخواتنا همين لكن أبو شيماء هذا واحد ولائي واحد عنده قندرة الإيراني يمكن فوق رأسه وراس الأمثال يقول ليش تحكون أنتوا على العراقيين منو يتقبل يحكي على نفسه لا القناة احنا بداية قبل 5 سنوات كنا مرات بعصبية نحكي فالمقدمين ما يتقبلون احنا نحكي بعصبية على بعض الناس الموجودين وإلى اليوم ما نقبل أن نجيب طاري أحد أبدا ولا أحد يحكي بالطائفية العراق الآن ممزق ومدمر بسبب هاي الأحزاب اللي جاي تحكمنا والحكم الأول والأخير هم للأحزاب الشيعية الإسلامية يعني رئاسة الوزراء ما عافوها حزب الدعوة حزب الدعوة العميل هو اللي يحكم رئاسة الوزراء والأكراد يعني مو الأكراد شخص الأكراد أما رئيس الجمهورية من الأكراد والبرلمان ما إجى على البرلمان العراقي إذا مذيل وفاسد وعميل احنا ما نحكي بس على ذولي أما عامة الناس أهلنا بالبصرة ونعرف الأمور مالتهم الحالة الاجتماعية التعبانة أهل النفط والعمارة وغيرها وكربلاء والنجف والحلة وبغداد كلهم جاي يعانون من ظلم الأحزاب وفساد الأحزاب اللي وصل أنا أخ صباح هو بس قال كلمة أرد أسأل بيها يعني يقول الإيرانيين عمرهم ما حكوا على العراقيين بس نعم شو إحنا الإيرانيين متدخلين بالعراق عرض وطول كبالشأن السياسي بالقرار السياسي وحتى الشأن الأمني شفنا هسه هاي المبعوثة الأممية احنا انتخابات داخلية احنا ننتخب النزيه والشريف راحت الإيران يعني تتشاور بالشأن الداخلي مع الإيرانيين فالإيرانيين والمستشارين يسموهم مستشارين مثل قاسم سليماني طب ويطلع بكيفه وقسم من حزب الله اللبناني جايين بجنوب العراق بجرف الصخر وغيرها ذولي كلهم احنا نحكي عليهم ما نتقبل لا اي عربي اي جنسية عربية سواء من السعودية او قطر او غيرها او الاردن ما هم ما يتقبلون الناس يعني ما شفنا منهم شر ولا حتى الايرانيين نتقبل من عندهم نشوفهم بشوارع بغداد يعني ذولي ناس حتى المفخخات من 2003 لحد الان هي بدر وحزب الدعوة يخلوها الاغتيالات الضباط والدكاترة وهجرهم كل الناس وخلهم العراق ساحة صراع ساحة صراع علما يعني بيناتهم ناس طائفية منو جابها هو جابها المالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر يحجون بالطائفية منو فجر المرقدين فجروها الإيرانيين قاسم سليماني وأكو هواي أدلة وتقارير نزلت تثبت أن الطائفية بال2005 هو مقتدى الصدر وراها ومقتدى الصدر قد كتل من السنة جيش المهدي ملخم السنة آلاف مؤلفة كل من اسمه عمر وعثمان وساكتين الناس هسه يا ابو ابن الدولة انتو الدولة لكم انتو صاحبين القرار الاول والاخير الاحزاب الشيعية ابن دولة ابن عمرو في جنوب العراق اللي جاي يعاني من الجوع والفقر والبطالة والعطالة وحاليا الكواتم متوجهة عليه من العصائب وبدر وغيرها جاي يقتلون ابناء الجنوب لا بنيته مصنع في سبيل واحد يدافع على الحكم الشيعي اللي صار له 17 سنة احنا نقر ان القرار الاول والاخير هو بيد الاحزاب الشيعية فما بنم دولة في سبيل واحد يدافع عنهم لا بنم مصانع لا دعم من الزراعة كل شيء ما عندنا كل كهرباء مي كله من ايران المواد الصناعية البسيطة نستوردها من ايران دمرهم كل البنية التحتية للمصانع في سبيل العراقيين يتجهون الى ايران هم هذول اللي يمسحون قنادر ايران ويلطعوها مثل ابو شيماء وغير ابو شيماء هم هذول اللي يعيدون يشوفون حرس ثوري موجود بالبصرة وموجود بكربلة ونجف وعادي عندهم يروح يبوس قنادر أبو شيماء فإحنا ما نتقبل لا إيراني ولا أي جنسية عربية نشوفه أنه يكون صاحب قرار وشايل سلاح بالعراق دوريات مال الإيرانيين طبت البصرة وكربلة ونجف نا. شرطة وين أكو السيادة سفير الإيراني بكيف يصول ويجول يلتقي بشيوخ العشائر ويسوي مؤتمرات وين أكو السيادة وين أكو دولة دولة إن مال عتاقة ومال الناس يلمون قواطي سابقا ومطيرشية وكبسلة هسه هم برئاسة الوزراء مثل أبو شيماء وغير أبو شيماء نعم شكرا شكرا لك أخ صباح أبو أحمد من كربلاء حياك الله عبد العزيز الله يحفظك وعاش جيدك على البرنامج الطيب أنا أضم صوتي لكال صباح كل ما قاله كلام صحيح وهذا هو واقعنا نعم هذا هو واقعنا وهذا الحكاية كان صباح أنا أقوله بس هو اللي قاله جزاه الله خير الجزاء والله يخلصنا من إيران يخلصنا من المنشيات يخلصنا من الأحزاب
خلصنا من الزيوم اللي جابوا لنا الفقر وجابوا لنا هذا، باعوا العراق مصانعه مزارعه كلها باعوها الايران، كفي لك الله. حتى الطماطم والخيار كلها ضال بالبصره، يحاربون المنتج المحلي على مود يجي الايران. احنا ايش نقول على الايران؟ الله يسلط عليهم الله يرحمهم بحق محمد، لان هم اللي جابوا لنا داعش، هم امريكا تبقوا على العراق، ليش ما راح داعش على امريكا على ايران؟ ليش جت تعبني؟ كله مخطط هذا من وراء النور المالكي، عرفت عليه؟ من وراء دول السليماني وغيره، اجاره وكتله والعالم كتله الشباب. هسه الشباب دول خطيه اللي راحوا مال الحزب الشعبي، ما حد يسال عليهم، ما حد معي، بس الفقره. والله ينتقم من يعني ينتقم مني ان شاء الله، والله يخوف انتخابات. ابو احمد تنظيم داعش الارهابي بينت يعني اسم الدوله الاسلاميه، ليش ما راحت حراره فلسطين؟ هي خلت تروح حرارة فلسطين. هسه احنا بنشوف لنا نسمع لنا في اليوم ايران تصيح احنا مقاومه، وعبر بكم صاروخ على اسرائيل الى انت ظلم، وعبر باسرائيل عبر بكم صاروخ على اسرائيل. شكو جاي عندنا احنا ما عندنا مقاومه، احنا مقاومه ما عندنا. شكو عندنا في هاليمنا انت مسكت هنا الجيش، شكو عندنا مقاومه. هناك عمي روحوا شافونا شركوا، الله ينتقم منكم ان شاء الله، ينتقم منكم الايران، الله ينتقم من السعوديه. شرف منكم عاد ما سويت لنا شيء. قال لي تجي السعوديه، خل تجي السعوديه تستثمر، لا يخلي السعوديه تستثمر. زين من وراء نور مالكم، من وراء هذا قيس الخلف عليهم، وين ما في قنادر ولد قنادر جاي منها يحكمون شيء. عمي انتم مصيركم تنسحلون ان شاء الله تنسحلون. عمي احنا ما نريد نطول عليك استاذنا العزيز، جزاك الله خير الجزاء. كل انتخابات انا ادعو الشعب العراقي ليروح الانتخابات، ترى هذول نفسهم الاحزاب نفسهم هذا. هم راح هسه متحزين، هم هسه كل الله وكيله كلهم متحضرين، وراح يزورون تزوير درجه اولى. وايد ناس خايف، هاي الزوجه الصفراء هاي اكبر عميله واكبر شاه الزور، اكبر شاه الزور الامم المتحده. تتذكر النفط مقابل غذاء؟ تتذكر لما تتذكر بالحصار سووا بينا نشال حراميه، هم باقوا الدنيا كلها. لا نريد تدخل دولي ولا نريد تدخل الامم المتحده، لا هم شاه الزور، هم اللي سلطوا علينا، هم قنابل دولي يحكمون. كفي لك الله يا استاذ، كفي لك الله يا استاذ. نعم. هي الامم المتحده اكبر مزوجيه، اكبر مزوجيه. نعم. جيب لي فد عمل سوته الامم المتحده، شو اسمه فد موقف الشباب تقتلت فيها، بس تروح لمجلس الامن الدولي تقدم تقارير كلها تزوير هاي الشباب اللي قتلت بالمظاهرات. شكرا لك ابو احمد. اعذرني بس عندي اتصالات وعندي واتسابات. سامي من بغداد حياك الله، اذا امكن بعجله يعني. حبيبي السلام عليكم، تحياتي لحضرتك يا ابو اذاعه القناه. بس شيء بس بسيط والله. ايه؟ استاذ افل، احنا اريد اسلم على ابو شيماء واقول له احنا نموت حب ايران، نموت عليهم لقداد. رحمه على ذاك الوالد ابو شيماء، رساله من عندنا من هاي القناه لقداد، روح لي الجرف الصخر الله يبارك فيك، وطق لنا كم صوره، شوف لنا احنا نموت على الحرس الثوري، اريد نشوف كم من اخواننا هنا المقاومين مو مانحين، نريد نشوفهم، نريد نسلم عليهم لقداد. اذا صارت لك فرصه، اذا انت رجال راح تجرف الصخر وصور لنا زين، وهذا بلدك انت مو قاعد بالعراق زين، وحريه وديمقراطيه وش اسمه، روح هناك وصور لنا شلون النظام السابق، من تسافر من البصره الى زاخو عادي ما حد ما يقول لك شيء زين. هسه انت روح لنا جرف الصخر وصور لنا صور لنا كم تصويره. نعم حبيبي الغالي، السلام عليكم. شكرا لك اخ سامي. عندنا اتصال كان من المفروض يفوت ويانا بس انقطع الاتصال. اما الواتسابات، سلام عليكم اخي افل، هاي الانتخابات اكيد بيد حكومه ايران الصفويه، مو هنا بايران الانتخابات كلها مزوره، واللي ما يذهب صندوق الاقتراع راح يبطلونه من الدوام، صدقني مسولينكم ذيول الايران. اخوك امنياتي لكم من الاحواز، حياك الله. السلام عليكم ابو حاتم من الموصل، تحيه طيبه لك استاذ افل محترم وللجميع. نسبه الفقر بمحافظه نينوى اكثر من 90%، السبب الاحتلال واعوانه من خارج العراق والفاسدين واعوانهم من المحسوبين على العراق، هدر المال العام، اقتصاد العراق، تدمير الثروه الزراعيه، الثروه الحيوانيه، تدمير المصانع، المعامل الانتاجيه، تعطيل الخدمات بالعراق، اداره العراق بيد ميليشيات، واعداء العراق لا تترجى من عدوك الرحمه، ويتحمل المسؤوليه الشعب العراقي عليه المسؤوليه الكامله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ابو زين عابدين من البصره، اذا كانت الثوره الخمينيه هي ثوره المظلومين والمستضعفين في العالم كما يقولون، فلماذا سمحوا لاتباعهم في العراق بمصادره حقوق الشعب العراقي ونهب ثرواته، ولماذا وقفوا ضد انتفاضته ووصفوها بانها اعمال شغب؟
السلام عليكم خي العزيز، أنا أطالب من أهل الغيرة والشرف بالعفو العام. أنا عندي أبويا وعمامي اثنين، واحد أعدام والله بريء وعمره 16 وهاي صار لخمس سنوات بالناصرية، وعمي وأبويا بالتاجي والله لو تشوف حالتهم والفلوس اللي نوديها إلهم ما يوصلونه والعلاج همينة. وأنا أتشرف باشتراك بقناتكم المميزة وياكم بنت العراق وأفتخر، حياك الله أختي. أخي أفل، السياسيين قالوا الأبرياء بالسجون 90%، أشو طلعوا 10%؟ ما أدري شنو الحل ويا ذول العقول مقلوب لو قاعدين صفح، ما أدري لو إحنا مخابير لو هم. عمي كافي. السلام عليكم أخي مقدم البرنامج، هذا أبو شيماء واحد من أذناب إيران، لأن إيران خربت العراق، مع الأسف على العراقيين اللي يسوون أنفسهم إيرانيين واسف عليهم. هو داعش صنعة أمريكية إيرانية، بس العتب على السنة اللي ما واقفين إيد وحدة. والله العسكريين بوقت السقوط جوا علينا الجيش وأخذوا الدشاديش من الجيران ومنا، وهسه صاروا زلم واسف عليهم. والله تحياتي لكم أم الشهداء الأربعة أم محمد. شو وقت أشوفك يا موطني بخير وسلام وأبو شيماء خادم إلى إيران؟ مساء الخير أستاذ، تحية لقناتكم الشريفة والعاملين بها، أنتوا اللي تنقلون معاناتنا وهمومنا وأحزاننا. أريد ولدنا المغيبين من عام 2016 لحد هذا اليوم ما نعرف أي خبر عنهم، والله ننادي ولا حياة لمن ننادي. السلام عليكم، أشكركم وأشكر قناتكم، الله يحفظكم إن شاء الله. يا أخي صار فيروس جديد بأطراف تكريت، وهذا أبو شيماء هو عراقي ويحب إيران. يا أخي هذا الموضوع هو تبع الإيران، أنعل أبو أمريكا بقد إيران. مشاهدينا الكرام، قضيتنا اليوم كانت الفقر، لا قضية حبنا لإيران ولا كرهنا لإيران. إيران جتي ودمرت هذا البلد، هي ما دمرت بيديها، هي وجهت أذنابها وأتباعها ودمروا البلد ونطوا فلوس العراق إلهم. إيران عليها حصار، من المفترض هسه هي ميتة جوع، والشعب العراقي مات من الجوع وبفلوس العراقيين إيران عايشة. إيران عليها حصار، المفروض ما تحصل كل شيء من العالم، العراقي يستورد لها ما عليها حصار، والطب إلى بغداد والطب إلى المحافظات العراقية ومباشرة للمنافذ الحدودية وعدل قبل الإيران. فالعراقي ميت من الجوع والإيراني مرتاح، بالمقابل الإيراني يطب للعراق بحيل صدر، والعراقيين المفروض يشيلوه بالصلوات. وشفنا الجيش لما نوقف يغسل رجلين الإيرانيين ويتمسح بها ويتبارك بها، بس العراقي من يطب الإيران ينكتل وينضرب وينهان، بالمقابل يجونا ناس ويقول لك إيران تدافع عن العراق، إيران دافعت عن العراق، إيران قدمت للعراق. وساعة السودة اللي صارت إيران بصف العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، بنفس الموعد عفوا باكر، في أمان الله.